ولكن اليوم حان الوقت لأن يكون هناك عشاق للسينما الكويتية. حياكم الله من جديد، وخلونا نقول بسنا فلوس يا سعد، لكن مو بسنا سينما. الفنان القدير سعد الفرج، تفضل. احنا في هذا الفيلم نقول المسؤولية الأولى تقع على البيت، على الأبو وعلى الأم. وخلونا نشوف في هذا الفيلم عندما أقفل الأب وأقفلت الأم الولد الشاب وين صار وشنه سووا وشنه ضحوا علشان يرجعوا بولدهم ويكفروا عن ذنبهم. أرجو أن يعجبكم الفيلم، وأرجو أن يعجب الساسة في منطقتنا، ونرجو أن إن شاء الله في هذا الفيلم قد أدينا رسالة إن شاء الله يكون لها تأثير على مجتمعنا وعلى جيلنا وعلى شبابنا. ومشكورين لحضوركم. السلام عليكم. أما العم أبو بدر الفنان القدير العملاق سعد الفري، لو أقعد أقول لك شكراً لغاية مشوار آخر يوم في مشوار الفني مو كافي. أشكر الفنان القدير سعد الفري ونجم الشباب الأخ العزيز خالد أمين واللي قام بدور الأفغاني الأخ الفاضل الفنان عبد الله الزين والفنانين الآخرين اللي مو معانا اليوم لظروفهم لأسباب أو لأخرى. أقدر أقول هناك نجوم من المغرب فلسطين ونجوم آخرين عرب شاركوا في هذا العمل. 3 سنوات من العمل المتواصل لعمل توأم. اليوم شفتوا الأول التوأم الفيلم، الله راح تشوفون المسلسل قبل نهاية هذا العقد راح نعلن عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معاكم اخوكم الصغير عبد الله زين. اليوم افتتاح فيلم تورا بورا، الحمد لله كان افتتاح جدا جدا جميل. الله يعطيكم العافيه لجميع من ساهم بهالفيلم. اقول حق الناس ما بيقول ان الفيلم حلو، انا بيكم تدشون وتحكمون نفسكم. والله يقدرنا ان شاء الله ان نكون اسعدناكم بالفيلم. والله يعطيكم العافيه. عمل سنوات في مجموعه امنت بان العمل الفني والعمل السينمائي رساله، يعني نتمنى يعني ويرجو من الله ان تكون وصلت مثل ما هم متمنين ان تصل الى الناس وتعطي نتائج ان شاء الله طيبه بالنسبه لمجتمعنا العربي حتى والاسلامي بشكل عام. أن احتجاجات وايد طلعت على الفيلم مثلا، يعني احنا نقول دائما ان وراء كل عمل ناجح تطلع اصوات نشاز، والاصوات النشاز هذه تحاول انها تهدم العمل او تهدم المجموعه العامله في العمل. وان شاء الله بعد عرض هذا الفيلم وان شاء الله بعد ان يعرض للجمهور ستختفي هذه الاصوات، وسيقمت الجمهور المؤمن فيلي رسالة هذا الفيلم الأصوات النشاز تخدم أي فئة بالمجتمع؟ هذا معمول لخدمة المجتمع سواء في الكويت أو في الخليج أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي. خطوة حق وليد العوضي كان لازم يدرسها آخر مرة قبل، لذلك أعتقد أن هذا الوقت الزمن اللي أخذ فيه إنتاج الفيلم ووقت الفيلم هو زمن كافي جميل. عشان
عشان كذي انا جاي بوسه واقول لك احد اعمده هذا الفيلم واحد اعمده العمالقه في المستقبل حبيبي الله يطول عمرك المفروض تسوي معاه لقاء لا انا سمعتك ايش كنت انا اعتقد بورا بورا من اول يوم بدي اشتغل فيه كان حديث الناس وانا اصور كان حديث الناس وانا اشتغل في المونتاج الناس اللي تطلع بورا بورا واحنا اليوم شاهدنا العرض الاول بعد عرض السفره الافلام الدوليه كان الناس تقول متى بينزل وانا اعتقد بينزل بالعيد والناس بتظل تقول لان الفيلم اللي فيه ماده مختلفه في طرح مختلف في خط قد يكون لبعض الناس او بعض من الجمهور غير مقبول ممكن نتكلم عن امور دينيه او امور سياسيه ولو ان احنا نتكلم عنها في خط انساني لما تتطرق للدين كثير لكن تتطرق للانسانيه فدكتور بورا صنفوه بعض النقاد انه فيلم مثير للجدل او صنفوه اخرين من النقاد انه فيلم قادم كويتي بالتقنيه وبالمونتاج مختلف